السلام عليكم ومرحبا بكم مع قناة سارة التازي. اليوم جبت لكم طبق الملوزية بالبصلة معلك ومجمر. هانتوما كي كتشوفوه قدامكم طروف هاد اللحم تبارك الله جو ولا أروع. وندوزوا على بركة الله المقادير. كنهديها لجميع المتتبعين ديالي وكنقول لهم شكرا بزاف بزاف. وندوزوا دابا على بركة الله المقادير. عندي هنايا تقريبا عندي 2 كيلو ديال اللحم. هانتوما كي كتشوفوا انا درت الكتف، هانتوما يديالي راه مغسوله، درت الكتف. وهاد الطبق كيجي وفيه كيستحب فيه طروفه ديال اللحم تكون فيها شويه ديال العظم، وحتى في بالنسبه للعيد لان هاد الطبق كيديروه بزاف في العيد في المغرب. داك العظيمات اللي كيبقاو من الفخاد اللي كتحيدوا منهم الشوا ولا العنقره ولا الطروفه اللي فيهم العظم هو اللي كيديروا بها الطبق. وعندي هنايا تقريبا 2 بصلات مسطين. هانتوما كتشوفوا الحجم، الا كانت عندكم البصله كبيره بزاف ديروا وحده. وهاد الطبق هذا علاش غادي نديروه بالبصله؟ لانه غادي نقدموه في تقدموه لغد ليه، لان المرزيه اللي ما كتكونش فيها البصله هذيك هي اللي كطول لمده طويله. البصله الا خليناها مده طويله غادي تحمض. ودرت هنايا الزبيب، درت هذا الكبير كما كتشوفوا هانتوما بلا عظم، ما فيهش العظم. وانا كنستحب داك الزبيب الصغير اللي ما فيهش العظم، ولكن دابا هذا هو الموجود عندي. عندي تقريبا هنا 500 غرام. ها هي درت بالزايد لان بين 6 ولا 7 ديال الناس الصديقات ديالي اللي غادي نتغداو جميع. المهم من بعد العيد طلبوا منا باش هادو الصديقات العربيات يجيبوا الاكلات، كل واحد يجيب اكله خاصه ببلادو. وهانتوما كي كتشوفوا هذا اللوز، هذا غير التزيين، ها هو سلقته وغادي وقشرته وغادي نقليه شويه ديال الزيت. وعندي هنايا تقريبا كما كتشوفوا كاس مخلط، نص كاس ديال الزيت العاديه ونصف كاس ديال الزيت الزيتون. وعندي هنايا كاس ديال الماء، درت فيه الزعفران شعره كما كتشوفوا هانتوما، به غادي نطلق ندير الخليط. عندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال السمن، ولا عندكم ولا ما عندكم السمن ديروا معلقه كبيره ديال الزبده، ولا ما كانتش موجوده الزبده زيدوا شويه ديال الزيت صافي. وهذه عندي العطريه ديال التوابل ديال المروزيه، وهو راس الحانوت ديال المروزيه كنجيبها من عند العطار ديالي ثقه. ملي كنمشي للمغرب اول حاجه كنمشي نديرها كنطلب منه يدير لي هاد التوابل ديال المروزيه وراس الحانوت ديال المروزيه، وكيختارها لي على ذوقه. والمهم مع عمرها خيبتني غزاله غزيله، ما تصوروش الريحه ديالها اللي دايره في الكوزينه، ريحه غزاله لان فيها الورد فيها البسيبيسه فيها العطريه كاع التوابل ديال راس الحانوت، ما فيهاش غير مسخن. عندي نص معلقه صغيره ديال الابزار، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير الزنجبيل، وعندي هنايا عويدات 2 عويدات ديال القرفه اللي غنديرهم في الاول ديال الطبق ملي غادي نديرو يطيب. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه غادي نديرها في التالي ملي غندير الزبيب والعسل هانتوما. وعندي هنايا 3 فصوص ديال الثوم مشلضين على هذه الطريقه هانتوما، 3 فصوص كبارين. وإلا عندكم نتوما تقدروا ديروا الثومه مسطه ديروا حتى 4 ديال الفصوص. وعندي هنا معلقه صغيره ديال الخرقوم الكركم، وعندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الملح لان هاد الطبقه ديجي حلو. وعندي 3 ديال المعالق ديال العسل، ديروا حتى 4 5 د المعالق ديال العسل، داكشي على حساب كل واحد والذوق ديالو، كل واحد وكي كيحب تكون المرزيه ديالو واش حلوه ولا ما حلوهش بزاف. ودابا غادي ندوزو نشرملو اللحم على بركه الله. غادي ندير هاد شويه ديال الابزار، غادي ندير تقريبا كلشي العطريات التوابل غادي نديرها في مره هانتوما كي كتشوفوا. غندير الا راس الحانوت غندير تقريبا هاد الكميه هادي، والكميه الاخرى غادي نخليها حتى تقريبا التالي، لان باش كتبقي تخلي داك المذاق ديالها. غادي ندير الخرقوم كركما، وغندير ديك شويه ديال الملحه حتى هي، وهاد الماريناد هاد التشرميله غادي نديروها في اللحم
ونخليوه يتشرب على الاقل على الاقل 3 د السوايع او 6 د السوايع، وهي مع ما احسن الى درتوها حتى درتوها ليله كامله. المهم ندير هاد الزعفران شعره نخلط به هكا، وغادي نبقى ندير فيه دابا غادي نخلط باليد ديالي، غنبقى ندير داك طريفه اللحم نشرملهم مزيان باش تدخل فيهم التشرميله هكا، لان ضروري نخدموا الايد ديالنا. اوب سمحوا لي طار شويه ديال الماء. ثم ونغطيوه نكملو حتى نكملو الطروفه ديالنا كاملين ديال الشرميله. ودابا كما كتشوفوا ها هي اللحم كلها الكميه اللي عندي كلها خلطتها ودرت هذا درت هذيك التوابل. المهم غادي نخليها واحد المده باش تدخل لها الشرميله وتطلق فيها البنه ديال التوابل والثومه وديك الزعفران البلدي، وملي غنبغي نديرها طيب غادي نرجع معكم باذن الله. هانتوما دابا غادي نديرها في الفريغو في الثلاجة ونخليها واحد المدة سوايع ونص. نشعلها لبوطة، ها هي اللحم اللي درناها قبيلة باش تدخل فيها هذيك البنة ديال التوابل والتشرميلة. المهم غادي ندوز نحطها في الطنجرة بدون ما تقلب، وغادي هاد الطبق هادي كيستحب دايما يطيب على عافية مهيلة بزاف. وديك لاصوص اللي بقات لنا من الشرميله غادي نزيدها من فوقو. هانتوما ونزيد هادوك الجوج عويدات ديال القرفه نزيدهم معاه، والقرفه المدقوقه قلت لكم حتى الاخير، ها هي نخليها ماشي الاخير غنخليها حتى يطيب نص طيبه. غنزيد ديك المعلقه ديال السمن اللي غادي يذوب، ونزيد هذاك الكاس ديال كاس مخلط زيت الزيتون والزيت العاديه. ونخلي واحد شويه كيطلع فيها الغليه، عاد نزيد شويه ديال الماء ونخليها تطيب على مهلها. فوالا نقص بزاف العافيه. دابا هو الزيت سخن غادي ندير فيه هاد شويه ديال اللوز. دابا اللوز بدا كيتحمر غير نخليه شويه يزيد واحد ما كانش دقيقه. ها هو دابا هو هذا التحمر قياس التحمر اللي غادي نديرو في نزوق به.
هانتوما كي كتشوفوا الطنجره ديالنا واللحمه بدات تدخلها الطياب. دابا في هذا الوقت هذا غادي نزيد البصله، لان مازال واخا قل الماء مازال البصله كتزيد الماء شويه. وبلا ما نحركوا البصله دابا تذوب وغتهود، بلا ما نحركوا الطريفات ديالنا، لان ملي كي باش ما يتهرسوش. هانتوما كي كتشوفوا، المهم نخليها حتى تطيب باذن الله، وغادي نزيد لها باش تعلك، نزيد لها الزبيب والقرفه وداك العسيله اللي عندنا. ودابا كما كتشوفوا ها هو اللحم تبارك الله ها هو طاب. غادي نزيد واحد شويه ديال راس الحانوت اللي خليت، غير واحد شويه. هانتوما غنسوتو دري هكا غير باش تبقى النسمه ديالو عاطيه مزيان. وغادي ندير هذاك الزبيب، غنديرو غير من الفوق، ما غاديش نحركو. هانتوما وهذيك العسيله ولا السكر الا كان عندكم، غديرو غير من فوق الطريفات ديال اللحم باش يتحمروا مزيان، يجي داك اللون قهوي ديال العسل. لان الا هبطات لتحت ديال الطنجره في الاول كتحرق العسل، وغادي تلصق لكم تلصق اللحم. وكما قلت لكم على نار مهيله 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 بزاف الشميعه، وغادي نرجع معكم ملي غادي تطيب الطنجره ديالنا وتوجد المرزيه على بركه الله. ودابا غادي نزيد داك شويه ديال القرفه هكا، قرفه مطحونه، لان في الاول نصبت بالقرفه عواد، ودابا غادي نزيد باش تعطيها حتى هي كتعطي اللون وكتعطي المذاق ديالها روعه. هانتوما اعزائي شتو كي جات اللحمه تبارك الله واقفه وجات مجمره، هانتوما كي تشحرات شتوها الطروف ديال اللحم عطاو اللون البني غامق، هانتوما كتشوفوا بحال اللي كحل. هذا هو الطياب ديال المروزيه، تشحرت مزيان وشوفوا بقات تبارك الله غير ديك الزويته فوق الزبيب، ها ما بقاش فيها حس الماء. هانتوما نقرب لكم، دابا هي هذه القوام ديال المرزيه ديالنا كي كتشوفوها، هي تبارك الله طايبه واجده. ومني غادي نوجدها للتقديم فوالا هانتوما كي جات المرزيه معلكه.